بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مجرة ترب التبانة. مجرتنا مثل ما تلاحظون في الصورة تظهر بنجومها الممتلئة. يقول العلماء أن كل نجم من هذه النجوم هو شمس كشمسنا، قد يكون أكبر منها بكثير. هذه المجرة تحوي أكثر من 100 مليار نجم، ولكن لا نرى منها إلا القليل. فكيف لو علمنا أن هذا الكون يحوي أكثر من 100 مليار مجرة؟ فسبحان الله الخالق العظيم. والسؤال، أين أنت أيها الإنسان عن هذا الكون العظيم؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة قافر آية 57، والله أعلم. وعلى فكرة راح أعطيكم معلومة زيادة. إذا قلنا أن المجرات عددها أكثر من 100 مليار مجرة في الكون، وكل مجرة تحوي مئات الملايين من النجوم، هذا يدل على قول الله سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله أعلم.